بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الأحلام الكبرى يا إما أن تعيشها أهلي أو تقضيها تمحيك. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين، الحلقة 901 901 من ملك وكتابة، جاية أظن بعد فرحة كبيرة قوي بيقضيها الأهلي في الليلة الكبيرة يا أهلي، مبروك. ربنا يبارك لك ويبارك لكل مصر، طبعا الأهلوية لكن بكل مصر بشكل عام، لأن أعتقد أن الكرة المصرية طلعت يعني متسيدة أفريقيا، كونفدرالية، ثم الانتصار الكبير المذهل بتاع النادي الأهلي، المذهل لأنه جوانبه كما سنستعرض يا أستاذ إبراهيم أدى إلى أننا عشنا الليلة الكبيرة بجد، مش نتائجه بس. الليلة الكبيرة يا أهلي وأفريقيا كانت محسومة، نشوف واحدة من أغاني الأهلي في الليلة الكبيرة. إما أن أنت تقضيها أهلي أو تقضيها تمحيك، إيه بقى؟ الأحلام الكبرى والغايات الكبرى والبطولات الكبرى يتقضيها بطريقة الأهلي، إنك تحلم، تصدق حلمك، تأخذ بالأسباب من خلال منظومة وعمل مؤسسي توفر له كل فرص النجاح. أي. فتحقق الأحلام على أرض الواقع، وتتحول هذه الأحلام إلى واقع يمكن رصده، وأرقام يمكن الرجوع إليها، وعالم يرددها وينقلها عنك، ويكفيك شر أو فكرة أنك تحاول تسعى لإثبات هذا الانتصار وهذه الأحلام الكبرى، لأنها موثقة، سهل جدا، العالم كله دلوقتي بيروح، فتعمل لك المكانة والفخر والزهو بطريقة النادي الأهلي. البديل بقى لو ما عملتش كده، توهم إنك بتحقق، توهم إنك بتنجح، توهم، خش في جدل أنا وأنا وأنا وأنا، ومن كتر اللجج والجدل بعد شوية بتصدق إنك عملت، فتروح تنام مبسوط وتقف محلك سر وما تعملش حاجة. هنا أكثر درجات الضرر، لأنك هنا بتخدع نفسك، والأهلي ما بيعملش كده. الأهلي ما بيعملش كده، وعشان كده في الليلة الكبيرة يا أهلي كانت قمة الفرحة وقمة الزهو وقمة الفخر بنجاح الأهلي، واستحق الأهلي برقية تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قال فيها: أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق التونسي الشقيق. الحقيقة يعني تقدير رفيع المستوى، رفيع المستوى في مباشر موجز، لكن بيدي برضو يعني بعد انك تحيي وتقيد وتقدر وتوقر المنافس، ومفيش اسعد كرويا من الشعب المصري الان. كله بانتماءاته بعناصره عايش، ولذلك يعني ربما دي تكون هديه الأهلي الذي كمل الصورة بالطريقة دي للمنتخب. يعني النهاردة لا، أنك بتكسب هذه المكاسب وتحقق النجاحات من شكل أداء وتنظيم وإقبال جماهيري وعدم وجود مشاكل ورسائل كتيرة جدا من خلال هذه المباراة، ليلة كبيرة زي ما أنت سميتها. الفائز الأول للمنتخب من المشهد الكروي الآن، نرجو أن يستثمر ويستفيد منه بشكل جيد، ونبعد شوية عن المشاكل بقى، أن احنا نعيش الكورة الطبيعية اللي العالم كله عايشها. احنا ليه عايزين نخلق دايما واقع مختلف ونصر على التماسك بيه؟ العالم كله ماشي زيه ونمشي زيه. طيب، رد النادي الأهلي
على برقية السيد الرئيس، عبر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه للتهنئة الرقيقة التي تلقاها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي، متمنين لسيادته ولبلادنا المزيد من التقدم والازدهار. يعني رد كان لازم يكون على هذا المستوى. أيوة. مفيش أجمل إن رئيس الدولة بتاعك يهنيك على إنجازاتك ويحسسك إنه شايفك وإنه مقدر اللي بتعمله. فسعداء جدا بهذه التهنئة، ونرجو يا رب باستمرار أن نعمل من أجل الحصول على المزيد من التهاني في هذا الإطار. الحياة هي ليه الليلة الكبيرة وليه كانت الفرحة كبيرة بهذا المستوى؟ حجم الأرقام القياسية اللي الأهلي سجلها في هذه الليلة كبيرة جدا ورائعة جدا. إحراز الأهلي للبطولة الـ12، كمل الدستة في دوري الأبطال، لكن الإنجاز الرفيع بجد إن أنت تفوز بالبطولة ولم يدخل مرماك إلا هدف واحد، وتفوز بالبطولة دون أي خسارة، وتكمل 22 مباراة في دوري الأبطال على التوالي بدون هزيمة. دي كلها أرقام نوعية مهمة جدا. دي بتدل عليها يا أستاذ إبراهيم. الجدارة ثم الجدارة ثم الجدارة. أيوه. إيه الشغل اليائس البائس في التقليل من هذا الإنجاز يعني؟ يعني الحقيقة أنا ببقى مندهش جدا لما بشوف هذه المشاهد. يعني عكس الشعب كله اللي عايش حالة، ومش الشعب، تعال شوف الأهلي كما سنراه الآن في عيون العالم كله عاملة إزاي، والأشقاء عامل إزاي. ولكن أن يأتي الامتعاض والضيق ممن ينتسبون إلينا، لا لا، ده حاجة تعبانة أوي. طيب على فكرة يعني طبعا هيجي الدور على كل ده، لكنه واحدة من الثمار المهمة للأهلي في هذه البطولة التأهل لبطولة جديدة الانتر كونتيننتال. كما لو كان القدر برضه السعيد بيهدي الأهلي فرصة المشاركة في أول نسخة لبطولة جديدة، زي الدوري الأفريقي أول نسخة الأهلي يشارك فيها، زي كأس العالم للأندية في أمريكا في 2025 أيضا بالشكل الجديد الأهلي أول من يشارك فيها، وهكذا. الانتر كونتيننتال يا باشمهندس البطولة، علشان ناس كتيرة بتسأل على نظامها وهتتعمل إزاي. الأهلي بطل أفريقيا، والعين الإماراتي بطل آسيا، الأوكلاند سيتي بطل الأوقيانوس. التلاتة دول هيتعاملوا مع بعض، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية هيتعاملوا مع بعض. هتتعمل قرعة، أوكلاند سيتي المفروض يجي لاعب يا بطل آسيا يا بطل أفريقيا، فهتتعمل قرعة يجي للأهلي ولا يروح للعين، اللي هيكسبه هيلاعب التاني. يعني لو أوكلاند سيتي جه لعب الأهلي كبطل أفريقيا هتبقى في القاهرة، لو الأهلي إن شاء الله تخطاه يبقى الأهلي هيلاعب العين الإماراتي بطل آسيا في قرعة هتتعمل عشان يتشاف هيتلعب في أرض ملعب بطل آسيا ولا بطل أفريقيا. والسنة الجاية يبقى العكس، يعني لو بطل أفريقيا لعب هذه المباراة في ملعبه أيا كان هو مين، السنة الجاية بطل آسيا يلعب المباراة في ملعبه. بطل آسيا وبطل أفريقيا واحد منهم هيكسب، بطل أمريكا الشمالية هيلعب بطل أمريكا الجنوبية، ودول لسه ما تحددوش. اللي هيكسب من أمريكا الشمالية والجنوبية واللي هيكسب من أفريقيا وآسيا هياخدوا بعض ويروحوا في حتة تانية خالص، في مكان محايد، في دولة في ملعب محايد ما تحددش لسه، بس اللي تحدد إن هتبقى يوم 14/12. 14/12 هيلعب الفريقان، والفائز منهم في نفس الملعب بعد 4 أيام، يعني 18 ديسمبر هيلعب بطل أوروبا اللي قاعد مستني كل القارات دي تخلص مع بعضيها، وفي الآخر الفائز من الماتش هيلاعب بطل أوروبا ما بين طبعا بروسيا دورتموند وريال مدريد، أي منهم اللي هيفوز بالبطولة الأوروبية هيلعب فاينل كاس القارات. يعني مش هيلعب سيمي فاينل خلاص. مش هيلعب سيمي فاينل، هيلعب ماتش واحد يوم 18/12 مع الفائز من بطل أمريكا الشمالية والجنوبية وبطل أفريقيا وآسيا. دي بطولة الإنتر كونتيننتال بهذا الشكل. لكن كأس العالم للأندية بقى هتتلعب كل 4 سنين، أول نسخة منها 2025 من 25 يونيو لغاية 15 يوليو، وهتبقى في الولايات المتحدة. إذن آخر بطولة لدوري الأبطال حتى الآن
بنسختها القديمه فاز بها الاهلي. اه. ويدخل الاهلي هذه الانتر كونتيننتال في اول تجربه له. ايوه. وقد انتزع المقعد اللي يؤهله انه يخوض التصفيات والمنافسات. ايوه. وبعد كده هنكمل بقى بالنظام الجديد بتاع بطوله. خلاص انت هتبقى كل سنه في بطوله للانتر كونتيننتال بالشكل ده، لكن كاس العالم للانديه كل اربع سنين وتاخد الابطال بتوع الاربع نسخ اللي قبلها. يعني بطوله 25 هيشارك فيها. لحظه واحده بس. هتبقى بالاضافه للانتر كونتيننتال ولا بديل عنها؟ بالاضافه ليها. هتلعب بطولتين يعني. ايوه. لو كسبت. ايوه. لو كسبت السنه الجايه هتلعب بطولتين. ايوه. انت باستمرار انت السنه الجايه 2025 هيتأهل ليها الاربع ابطال النسخ اللي قبلها، يعني مثلا ايه؟ خلاص 25 خلصت. البطل بتاع النسخه الجايه بتاع سنه 25 بطل افريقيا هيحجز مقعد في 2029، هيبقى 25 و26 و27 و28، دول يلعبوا في كاس العالم 2029. نقف هنا. اه. يعني انا دلوقتي رحت 25. ايوه. نتيجه الرانكينج. لا، نتيجه ان انت بطل واحده من النسخ الاربعه. هي بيحصل ازاي؟ اخر استاذ ابراهيم، انا اوريدي متاهل لها. ايوه كبطل. انت أيوة متاهل لها مرتين. ما انت انت دعمت تاهلك، انت تم اختيارك. طب خليني بس لحظه واحده بس، عشان انت تم اختيارك قبل فوزك ببطوله افريقيا. ايوه. ده الرانكينج الترتيب اللي انت واخد بيها النسخه اللي فاتت. ايوه. لا مش بالترتيب بس، خلينا ما هو ترتيب البطولات. طب ما انا هقول لك بس الحته دي. بيسموه رانكينج ده يا ابراهيم. ماشي ماشي، ما هو الرانكينج بس ايه؟ الرانكينج انت هتوصل له او هتلجا له في حاجه واحده، انت مبدئيا عايز اخر اربع ابطال. اذا في بطل تكرر، يعني الاهلي بطل بس الاهلي بطل نسختين ودلوقتي بطل ثلاثه، الوداد المغربي بطل نسخه، فالاهلي رايح كبطل والوداد رايح كبطل. طب مين البطلين التانيين مكان الاهلي اللي هو خد مقعدين لانه خد ثلاث؟ فيتم الرجوع للتصنيف بتاع دور الابطال، فيتخذ الوداد الترجي وصن داونز. ايوه. فالاهلي رايح مش كاول التصنيف. لا، هو رايح دعم كبطل. دعم اختياره كبطل. ايوه. انما هي رانكينج، يعني هو لو الاهلي والوداد كان في ما اتعملش المعيار ده كان هيروحوا بالترتيب، لكن الاهلي قد دعم وجوده بانه كمان بطل، انت فاهم؟ يعني الجمال في كده انه لم يركن الى هذا الاختيار. اه. انه ايضا كبطل، فانت هتلعب ال 25 وبعدين ال 29، صح؟ فهمني بقى ال 25 دي. اه. بطل افريقيا اللي فيها هيروح 29؟ النسخة الحالية بتاعت افريقيا اللي انت خدتها؟ لا، النسخة الجاية 2025 البطل بتاعها هيحجز مكان في 29. لحظة واحدة. أستاذ إبراهيم دلوقتي أنا في بطولتين عشان ما نتلخبطش. الإنتر كونتيننتال دي خلاص دي لوحدها. دي بطولة على جنب. دي كل سنة اللي أيوة. هي بدل دوري الأبطال. أيوه. دوري الأبطال بقى كل أربع سنين. لا، دي بدل كأس العالم للأندية السنوية. اللي هي دوري بطل كأس العالم للأندية الأبطال. أيوه. مش لأ بقى عشان النبي ما نتلخبطش الناس. هي دي بقت كل أربع سنين. في بطولة جديدة اسمها الإنتر كونتيننتال. بتتلعب بالنظام ده ابطال القارات كل سنه. اه. ولا تؤهل لحاجه. ولا تؤهل لحاجه، لكن خلينا دلوقتي في البطوله دي اللي احنا داخلينها كابطال وبالرانكينج، يعني بكل الفرص احنا مؤهلين ليها. اللي هيروح 29 بقى هياخدوه من البطوله بتاعت 25 دي. بطل افريقيا في سنه 25 وبطل افريقيا في 26 وبطل افريقيا في 27 وبطل افريقيا في 28 يشارك في كاس العالم 2029. اللي ياخد اي بطوله في الاربع سنين دول. ها؟ اللي هياخد اي بطوله في الاربع سنين دول يروح 29. يروح. طب افرض برضو البطل تكرر ياخد من التصنيف بالرانكينج بقى. بص، امتى ممكن يعني السنه دي الرانكينج يا جماعه اللي هو التصنيف اللي تبقى الترتيب النقاط. التصنيف ده بيلجا ليه امتى؟ لو تكرر بطل. أيوة. يعني مثلا إيه؟ افرض مثلا سيمبا خد بطوله، مازيمبي خد بطوله، افريكا سبورت خد بطوله، اي حد من اللي مش موجودين في المقدمه بتاعت التصنيف خلاص الابطال يروحوا. أيوة. انا مش هروح للتصنيف. اروح للتصنيف امتى؟ لو تكرر بطل
يبقى اخد من التصنيف الترتيب الاولاني بتاع الانديه. بالظبط. اذا انت ما انت فرصك لا قدر الله يعني باذن الله هتحقق بطولات يعني ان شاء الله، لكن فرصك ايضا انك تروح، لانك انت مين هيجيب 12 بطوله في الفرصه؟ لا لو 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 كل سنه البطوله قدمت بطل جديد. ما كويس، قدمت بطل جديد لا قدر الله انت مش فيهم. لا قدر الله. هنشرح بعد الفاصل، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشرح للمهندس عدلي ازاي هنروح امريكا. اهلا بحضراتكم من جديد، والليله الكبيره يا اهلي. الحقيقه الافراح اللي انطلقت في كل الاقاليم وفي كل الشوارع في العاصمه والمحافظات بالشكل اللي انتم شايفين بعض الجوانب منه، ده انطلق في كتير من الدول العربيه. الحقيقه كميه الافراح والناس اللي في الشارع بهجه، والكره ليها هذا التاثير الكبير يا باشمهندس. هي اصلها كره لغه عالميه. ايوه. وفيها شغف وفيها دراما وفيها توتر وفيها انتماء وفيها يعني بتسخط عليها الكثير من احلامك. ايوه. ها؟ ايوه. وبتاخد من شغفك وبتاخد من طاقتك الكثير. ايوه. ولذلك تاتي اهميتها. الاهلي كمان حاله خاصه جدا، لان الناس بتتعلق بيه وتزهو بيه. انا قلت لك قبل كده. أي. الفرحه مش بالنتائج، النتائج جزء من الزهو العام. ايوه. لكن الزهو بالاهلي بيخليك مع كل انتصار تشوف المشهد العام. يعني انا تاني وتالت ورابع الناس فرحانه جدا بالشكل العام بتاع اللي ظهرت بيه المباراه من جماهير وتنظيم وتشجيع والكلام ده، والنتيجه طبعا. فتبص تلاقي الناس كلها فرحانه، وانت جالك تليفونات. أي. وانا جالي تليفونات. أي. من الخليج، وانت جالك تليفونات من الاردن ومن حتت تانيه. أي. لا الناس فرحانه جدا جدا بقدر فرحتنا هنا. أي. وحتى يعني والله ربنا معاهم. من غزه بيجي لك تليفونات. في غزه هتشوف بعض الفيديوهات. الناس في غزه في عز قاعدين في وسط الحطام فاتحين تلفزيون قاعدين بيتفرجوا. فانت ما تقوليش الكوره وتاثيرها. الاهلي وقيمته. الكوره بشكل عام والاهلي بشكل خاص. ايوه. لا الكوره ما بتتخدش مجرد لعبه، دي خلاص بقت حاجه بتفرغ فيها كل اللي انا قلته ده. بص الجمهور وفرحته بالاهلي. لو الكاميرا نزلت في كل شارع وكل قريه وكل كفر ونجع وكل حي هتلاقي فرحه وحفله. شوف يا استاذ ابراهيم، لو البطولة دي مش مرتبطة بأرقام قياسية وتداعيات على مستوى إقليمي ودولي. أي. الفرحة مش هتبقى كده. أي. أنت خلاص تجاوزت النقطة إنك أنت البطولة دي هتكسبها وتروح تنام. لا ده أنت بتحطها في سلسلة إنجازات وأرقام، أنت عمال بتكسر أرقامك أنت. واخد بالك؟ بتنافس نفسك. أنا ما أحبش أقولها كده. أنت بتكسر أرقامك. أي. انت بتتحدى ارقامك. اي انت دائما يعني كولر لما بيقول لك، وانا واحد بيقول لي ال 13 ريال، قلت له اديني 48 ساعه. قال له افكرك بعد بكره. قال له افكرك بعد بكره. يعني بقت ثقافه. والثقافه دي هتتنقل لجماهير اخرى، خلي بالك يعني. لا هتبص تلاقي ناس وراك بتعمل الكلام ده، مفيش مشكله. انما انا بقول لك انت الاهلي خلاص بقى عنده هذا النهم. ليه؟ عينه على ريال مدريد. صدقني ده مش لجج ومش رغي. انت عينك دلوقتي بقى طموحك انك الفرس عالميه. انت ايام 2013 2014 كان مين الاكثر تتويجا على مستوى العالم؟ الاهلي. الاربع سنين اللي فاعل خلونا بعيد عن المنافسات، انه تحلف بمجلس كامل نتيجه قرار شخصي اي غير مدروس يقول لك كل دول ما نزلوش الانتخابات فجأة. فجأة المجلس ده ما نزلش الانتخابات. فتكون نتيجة انك تبتدي بدايات جديدة بعد خمس سنين تحقق أول بطولة تاني. ضاع منك خمس سنين كان ممكن تعمل فيها أرقام أخرى. أنت الأهلي خلاص بقى، يعني كان زمان نقول الدوري البطولة المفضلة، وهي كانت كده. أيوه. دوري الابطال دلوقتي البطوله المحببه. لا ده هي دلوقتي انت
وده صعوبه انك انت تنتمي للنادي الاهلي وتكون مسؤول عنه او تشجعه. ايوه. انك انت عايز تحقق دي وعايز تحقق دي وعايز تحقق دي وعايز وما تسيبش دي وما تسيبش دي. والناس تقعد تكلمك في الباسكت يعني ما هو انت هاند بول وباسكت وفولي يعني شغلانه صعبه جدا 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 انك انت تبقى هدف السيطره على كل الامور دي. لكن الاهلي بيحاول يسعى من خلال مجلس اداره الحقيقه على قدر طموحات جماهيره، مش عايز مناقشه. ما يفعله الكابتن الخطيب وهذا المجلس تجاوز كل الارقام اللي كانت بتتحقق قبل كده. أيوة. في ظروف اصعب بكثير من اي مناسبات تانيه، لان دلوقتي بقى عندك راي عام مرعب. ايوه. وعايش معاك ثانيه بثانيه. اه. ويروح لك البيت. ايوه. مش مستني بقى حد يوصلك. اها. لا، الفرحه بتكون على قدر كل التحديات دي. الحقيقه شايفين الجانب من الاحتفالات اللي انا بقول لكم ده في كل مكان كانت هذه الاحتفالات الكبيره. المشهد ده مش غريب. اه. كان المشهد ده في اي فوز للاهلي ببطوله كنت تكتسي القاهره والاقاليم باللون الاحمر. باللون الاحمر دلوقتي و الدول العربيه. الدول العربيه وربما لو هذا يعني شيء متاح في اوروبا كنت هتلاقيه. مفتاح في انا هقول لك على حاجه. اشرف حرحش ده اهلاوي في مارسيليا. جاب اسامه كامل الفيرود بتاع الترسانه بتاع عايش في مارسيليا وعملوا مجموعه كبيره نزلت على تونس تشجع الاهلي. حضروا المباراه. اشرف ده في مارسيليا عمل الحفله بتاعت جواز بنته في نفس يوم ماتش العوده. وراح في مارسيليا عامل القاعه كلها بعلم الاهلي وشغل فريق كبير فريق عظيم ثقة منه ان الناس تتفرج على الماتش في قلب الحفله. يعني ده بص مفيش شغف اكتر يعني من شغف وهو ما وثقه ايوه لان اي نتيجه كانت هتضايقه هتضل من الفرح. لا ده شيء جميل وشيء يعني حقيقه بنبارك لهم على الفرح ونبارك لهم كمان على الفوز. وده بيحملك يا استاذ ابراهيم مسؤوليات فظيعه كمسؤولين في النادي الاهلي. ايوه. لا الاهلي من اجل جماهيره. ايوه. بس انا التعديل هو مش ملك حد. مش ملك حد، لكن من اجل جماهيره مؤكد من اجل جماهيره من اجل مين؟ أيوة. كل الشغل ده عشان الناس دي تنبسط وتعد الارقام وتخش مع بعض في حوارات وتبقى دارسه تاريخ وشغف وبعدين تحط لها في النص نظام وقيم وثوابت ينفعها في منهج حياتها. فيتحول الى ملهم. أيوة. وقدوه. يا تعيشها اهلي يا تقضيها يا تبعد عننا. طيب بالاضافه لجوانب هذه الافراح يا جماعه، الارقام القياسيه للاهلي في البطوله. الاهلي حقق حزمه من الارقام القياسيه اللي بتصنع الجداره وبتاكد فعلا قوه التتويج. لانه انت مش بتكسب بطوله عاديه، انت بتكسب بطوله بدون هزيمه، بتكسب بطوله وانت ما استقبلتش الا هدف واحد. ارقام اعتقد ده المعنى الحقيقي للجداره. هنشوف التقرير الصوتي عن الأرقام القياسية للأهلي في الليلة الكبيرة. إيه الرقم الكبير اللي يعجبك في دول؟ لا أنا إيه اللي يلفت نظري؟ كل الأرقام تعجبني. أيوه. طالما في رقم للنادي الأهلي يعجبني. أيوه. لكن يلفت نظري إن الأهلي يوصل ست مرات ياخد خمس ألقاب. ياخد أربع ألقاب مرتين في وبعدين مرتين. لو كان كسب الوداد كان خد خمس ألقاب متتالية. خمسة من خمسة. ده كان بقى رقم لا تقول لي مدريد ولا مش عارف ايه. محدش يعمله. عمله ريال مدريد مرة. واخد بالك؟ بس كنت هتحط نفسك جنبه. كتف بكتف. ايوه. الرقم التاني اللي لازم نتوقف قدامه برضو انك يخش فيه جون وبدون هزيمة في البطولة دي. الرقم الثالث ان كولر كده زي جوسيه زي موسيماني كل واحد فيهم خد بطولتين ورا بعض. ايوه. عنده فرصه يزود؟ عنده فرصه يزود. هنشوف هيعمل ايه. لكن الجيل بقى ده كله لان خد بطولتين مع موسيماني وخد بطولتين مع كولر ووصل نهائيين لم يوفق فيهم،
ما حققه ما حققوش جيل تاني في بطولات افريقيا في ال10 سنين اللي فاتوا دول، ما حدش عمل كده. اي يعني لما يكون رامي ربيعه عنده 6 ألقاب زي وائل جمعه وحسام عاشور، لا افريقيا، ايوه ما هو اللي هم الثلاثه كل واحد عنده 6 ألقاب في دوري الابطال. استنى بس، دوري الابطال ازاي؟ ايوه ازاي يا ابراهيم؟ دوري الابطال عنده ألقاب افريقيه ممكن في سوبر او حاجات. لا في دوري الابطال. اصل انت كده عندك طب 12. احسبها لي. لا خلاص انت عندك 12. انا مش هقعد اجادل معاك عشان وقت الناس. انا هحسبهم لا لك. لا احسبهم، هم لعبوا كم اذا كانوا هم خدوا 3 مع جوسيه وبطلوا. لا ما هو وائل جمعه استمر بطولة. اللي مع حسام البدري ومع محمد يوسف. 5. خد 12 و13. طيب ما فيش حد خد 6 غير رامي ربيع. لا انا هجيب لك رامي وحسام ووائل، الثلاثه تساووا في 6 ألقاب. 6 ممكن فيهم سوبر ممكن هتلاقي. لا 6 في دوري الابطال. لا حول ولا قوه الا بالله. الناس ما لعبتش البطوله دي 6 مرات وكسب يعني يكسبوا 6 من 5. بص وائل مبدئيا وحسام خدوا كل الالقاب الفتره بتاعت منو الجزيره. ايوه خدوا وعملوا حاجات تانية. واخد بالك الثلاثه بتوع منو الجزيره. انا بكلمك النهارده اصل وائل، خد بالك حاجه، وائل اول ما جه لعب بطوله 2001 في كلهم ولادنا. ايوه لا لا واحد كلهم ولادنا. لا وائل لعب اول بطوله في 2001 لما كان لسه جاي، وبعد كده خد 5 و6 و8 و12 و13. 6 6 يبقى وائل 6 وحسام عاشور 6 وحسام عاشور 6 ورامي ربيعه 6. كويس. الثلاثه ولاد الاهلي. كسبوا كل واحد فيهم 6 بطولات. كويس. ورامي ربما يكون عنده فرصه انه يزود. رامي عنده فرصه يزود والمخرج عنده فرصه يطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف افراح الاهلاويه في كل مكان. ما تخافش على الاهلي. طيب اوعى قال لي عشان انا لازم اعتذر لابراهيم، انا اوحتك عليك مش عارف انا ساعات كده. لا انت صح. امام وربيعه و عفوا حسام حسام عاشور وربيعه وائل جمعه كل واحد 6 ألقاب. وائل خد في 2001 وحسام عاشور في 20. ايوه. لا كل واحد 6 ألقاب. طيب ما هو مين يعني هم بعد النادي الاهلي في تحقيق البطولات. صحيح. يعني حطيناهم اعتبرناهم حاجه مستقله هم بعد النادي الاهلي. صحيح. هم المنافس المباشر للاهلي. فانت كمان رامي ربما ربنا يوفقه يكون عنده فرصه يكسر الرقم. يسعدنا هذا ويسعد حتى طبعا زمايله حسام ووائل. طيب لكن انا في حاجه بس عايز اقولها. يعني انت متخيل ان مودست ورضا سليم وامام عاشور وسامة ابو علي طبعا وكريستو ورضا سليم خدوا دوري الابطال فانت اللعب للنادي الاهلي. برونو سافيو السنه اللي فاتت خد سوبر وخد دوري ابطال. روح ببطولتين. روح ببطوله ما كانش عاجبنا. يعني 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 وجاب لنا بطوله. ومودست. ومش عاجبنا. يعني جاب لنا بطوله. لذلك عايزين نتوقف ان 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 لا كل حد جه الاهلي استفاد منه مش بالشكل اللي كان مأمول لكن لا الاختيار كان بيقول ان في حاجه وبيضيفوا وبيضاف اليهم وكل واحد هيرجع بلده. زي مودس ده انت لما تقرا مودس واللي بيكتبه محمل بذكرياته دي هو اللي طول عمره بيلعب في ارقى انديه المانيا. ما عاش السعاده دي. لا حاسس باجواء يعني مختلف. طبعا مختلفه جدا. رضا سليم شفت له لقطه وهو ماشي كوكا. كوكا قال له احمد نبيل كوكا قال لك ابني. هو اصغر منه. انا اصغر منه بس هو ابني بيحبه. يعني مشاعر جميله ودافئه. اسره واحده. طيب علشان كده يا جماعه المردود بتاع الانجاز الكبير بتاع النادي الاهلي على المستوى العالمي شيء بجد يدعو للفخر. لما تشوفوا كبريات الصحف والمواقع العالمية عندها هذا التقدير للأهلي وإنجازه، لا تفخر بجد إن أنت أهلاوي.
موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم قال تهانينا للأهلي على الفوز بدوري أبطال أفريقيا وتأمين مكانهم في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال. ده الفيفا، إن الأهلي أمن مكانه خلاص. وده اللي بيقول لك كان مختار يعني، فهو راح كمان بجدارة. البي بي سي العربية: الأهلي المصري يتوج بلقب أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الترجي التونسي. سي إن إن اللي كانت لسه الأسبوع اللي فات عاملة تقرير عن الكابتن الخطيب والأسطورة والأهلي، هي الأخرى اهتمت بالمباراة وقالت اللقب رقم 12، الأهلي يواصل هيمنته على لقب دوري أبطال أفريقيا. الهيمنة، السيطرة. موقع الكاف: الأهلي المصري يتوج برابطة أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه. خدوا بالكم هتلاقوا رقم 12 بارز جدا لأنه رقم كبير، رقم كبير في تتويجات دور الأبطال. سكاي نيوز: الأهلي بطل أفريقيا، النجمة 12 على حساب الترجي. 12 من كم محاولة وصل فيها للنهائي؟ يا 15 16 غالبا 15. طيب انت خسرت الفاينل 3 مرات. الحساب الرسمي للدوري الايطالي: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، الاهلي ما زال يضيف البطولات. مبروك للاهلي. حلو قوي، لا تغلق الصفحات من فضلك. مبروك للاهلي الفوز بدوري ابطال افريقيا للمره ال 12. بصوا يعني دي صفحه الكاليتشو، ما هياش. انتوا بتتكلم على الدوري الايطالي، صفحته الرسميه تكتب كده اقرار بما يكتبه الاهلي في صفحات التاريخ. حساب نادي استون فيلا الانجليزي على موقع اكس: سيب غيرك ياكل يا اهلي. بصوا مين رئيس، مين صاحب استون فيلا؟ الف مبروك. العلام ساويرس. ساويرس. صحيح، مش نجيب، اخوه ناصر ساويرس. ناصر ساويرس. سيب غيرك ياكل يا اهلي، ألف مبروك لملك إفريقيا نادي القرن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه. سيب غيرك ياكل دي حتة ساويرسية. طيب حساب مانشستر سيتي الإنجليزي أيضا على موقع إكس: تهانينا لنادي الأهلي المصري التتويج المستحق بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا. أهلا يا سيتي. بصوا يا جماعة الإنجازات، أنت بتتكلم على الصحف العالمية والمواقع الدولية تتغنى بالأهلي بهذا الشكل وتشيد وتبرز الرقم الـ 12 للأهلي في تتويجاته. الصحف المصرية والمواقع المصرية كيف احتفت واحتفلت بهذا التتويج الكبير للأهلي هنا قبل في الليلة الكبيرة. اتفضل. كيف يجرؤ شخص أن يقلل من هذا الإنجاز؟ كيف يجرؤ؟ كيف أخطر على باله؟ والبعض يدعي أنه ينتمي للنادي الأهلي؟ هنيجي نشوف قراءة في صحف القاهرة وكيف احتفت واحتفلت بال 12 مع الأهلي. الأهلي عاصمة أفريقيا. أنت بتسرقني من لأن دي أكتر منشط عجبني. بيلخص حاجات كتير جدا ويعني ده في جريدة الوطن عشان بتبقى الحقوق محفوظة. الوطن. يا يحيى. بيني وبين الكلام بعدين. لكن حلو. حقيقي يعني. منشط جميل ومستحق. لكن كل المنشطات ما بتدور في ايه؟ هو كره الملاعب اهلي وناسي ويعني شويه شغل. بصوا يا جماعه، انا قلت لكم الاهلي اكبر من مجرد نادي في مصر. الظاهره بتاعت الاهلي وتاثيره في محيطه العربي، أنا استقبلت مكالمة بعد المباراة كنت فاكرها للتهنئة. يعني لقيت الصديق الكبير وعضو النادي الأهلي الكبير الأستاذ سعيد الجعبري. بيعجبك. راجل أردني. فبيكلمني: يا أستاذ إبراهيم، أنا عاتب على الإعلام المصري والإعلام الأهلاوي بالخصوص. ليه يا أستاذ سعيد؟ وده راجل يعني كبارة في تونس في الأردن. قال لي: أنتوا دايما تقولوا الأهلي فرح المصريين، الاهلي نايم مصر فرحانه، الاهلي فرحه المصريين، وكانه الاهلي ده مصري فقط. قال لي: والله انا اردني. قال لي: انا عندي 7 تلفزيونات في البيت مثبتهم على قناه الاهلي، ابات والتلفزيون مقفول على شاشه الاهلي، عايش الاهلي كحاله. حتى ابنه خالد الجعبري
اللي كان جه من سنتين والكابتن الخطيب استقبله وكرمه. الناس بيقول لي احنا بنستقبل تليفونات من كل الدول، اهلاويه في كل مكان، ومتفاعلين مع الاهلي بحب وحماس وغيره ربما زي اي مشجع مصري او اكتر. وده اللي بتلمسه من صديقك العزيز طه الخطيب. اوه طه الخطيب ده اول المستشار السياسي الفلسطيني، اول واحد يبلغك طبعا مكالمته ما جاتليش بقلق. لان هو اعتاد مع كل انتصار اول مكالمه تجيلي. اول ما بلاقي تليفون طه الخطيب بطمن، وراه بقى الدكتور نبيل. الدكتور نبيل. طيب يعني شوفوا الحال الفلسطيني، حال الاردن، حال الجزائر. شاب الاهلاوي احمد بن خريفيه، شاب اهلاوي جميل جدا بحماس، لقيته بيكلمني من تونس في الماتش الاولاني. انا جاي من الجزائر لتونس عايز اتفرج على الاهلي واساند الاهلي، بس خايف اقطع تذكره من التوانسه فاقعد مع جماهير الترجي، انا عايز اقعد مع جماهير الاهلي. فوصلته بالدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره، وصلوا ودخلوا ضمن الوفد المصري. ما اكتفاش انه يروح تونس، يجي القاهره وكلمك. كلمني من تونس ليله المباراه، كلمني من تونس، قال انا هرجع الجزائر. بس انا حاجه جاي العوده، حاجه ليله المباراه. قلت له والنبي تسالني الاول عرفت ادبر لك تذكره ولا لا؟ ودبرت له تذكره في اخر وقت الحقيقه. لاني شرحت الحاله للمسؤولين، قلت لهم اللي عنده تذكره يضحي بيها. الراجل ده جاي من الجزائر، من الجزائر راح تونس وجاي على مصر، مش هيقعد يتفرج على الماتش في الاب. الحقيقه احمد بن خريفيه طلع على الفيوم عشان يلتقي والده الراحل الكبير اخونا محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله. شوفوا اهو، راح النهارده زار والده محمد عبد الوهاب في الفيوم، واداها علم الجزائر عشان يطمن عليها. عايش الاهلي، عايش الاهلي بجد. بقول لكم يعني ده راجل جزائري، بس هو ده الاهلي. على فكره في الكويت، الكويت كمان كان فيها احتفالات كبيره قوي بتتويج الاهلي بال 12 زي كل العواصم العربيه اللي شهدت هذه الاحتفالات الكبيره. نفرجكم على جزء من احتفالات الاهلاويه في الكويت. الكويت هتلاقي كده في دبي، وهتلاقي كده في جدة، وهتلاقي كده في كل العواصم العربية والمدن، لكن يبقى لغزة طابع خاص. ضياء الزهري وخليل وأسامة عمر وعلاء خالد وكل الأصدقاء الأعزاء جدا في غزة، يا جماعة بتشوف لقطات تدمي، تدمي بجد، وكمان تحسسك الناس دي على هذه الدرجة من القوة والصلابة، ربنا يحفظهم. جمهور الأهلي اللي بادل هذا الشعب العزيز الحبيب بحب في الاستاد، وكله بيهتف بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، تلاقي انعكاساتها في غزة لقطات أوض متحطمة، الحرب والقصف الغشيم الغاشم مهدمها، ويدوب سايب حتة محطوط فيها تلفزيون، والناس قاعدة فوق الحطام بتفرج على ماتش الأهلي. يعني في وسط يعني لو لم يكن تكن هذه اللقطة لكانت كافية للتعبير عن أهمية فوز الأهلي بهذه البطولة. شوفوا الأهلي بيسعد الناس دي قد إيه، شوفوا هذا الجانب من المتابعة في غزة. في مخيمات النازحين بغزة الجماهير تعشق الأهلي بطل القرن وتتابع النهائي برغم القصف. الحياة أقوى من إسرائيل. هذا هو الوسام الحقيقي الذي يجب أن يحتفظ به كل لاعب في النادي الأهلي ومسؤول
وربما مشجع عشان يعرف انه يكفينا زهوا، يكفينا راحة بال، نكون جزء من سعادة ناس بتعيش اقصى ظروف على مستوى العالم. وسام ابو علي في لقطة له بعد المباراة حاضن والدته، والدته ووالده واخواته جم يتفرجوا على الماتش. طبعا دول عايشين كانوا في اوروبا. بس الست بتبكي وبتقول ان انا بكيت والجمهور بيهتف بنروح بالدم نفديك يا فلسطين. الى هذا الدرجه الاهلي عايش الحب، وهؤلاء عايشين حبهم للاهلي. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل انا بمناسبه وسام ابو علي الاهلي كان بوابه وسام ابو علي ان المنتخب الفلسطيني استفيد بيه، يكتشفه ويضم اليه وكانه وجد جوهره، وقد وجد جوهره. بعد الفاصل كلام تاني مهم عن افراح الليله الكبيره. اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل رضا سليم اللي جايب اخوه، وكمان وسام ابو علي الراجل الفلسطيني اللي جايب اسرته ووالدته وهي حضناه وبتبكي لما سمعت بنروح بالدم نفديك يا فلسطين. بصوا التاثر بموقف جمهور الاهلي الرائع جدا في هذه الليله الكبيره. رضا سليم المغربي جايب اخوه برضه، سبحان الله شبهه بالظبط. أكنه طوع يحضر المباراة ويساند ويشجع الأهلي. لكن بمناسبة اللعيبة والمواقف بتاعتها في الأرقام القياسية يا جماعة، في رقم أنا كنت بسأل المهندس عدلي إيه اللي لافت في حزمة الأرقام القياسية ديت. الحقيقة الرقم اللي عمله مصطفى شوبير اللي لازم يحيى ويهنى ويشاد بيه. لما تفتكروا أصيب محمد الشناوي وهو من هو؟ أنت بتتكلم على أفضل حارس في أفريقيا وحارس المنتخب الأول، وأصيب في بطولة للأمم الأفريقية، وإصابة في كتفه مؤثرة جدا لحارس المرمى، وكتير من الناس حطت إيديها على قلوبها. والكل تخوف والأهلي يروح يدور على حارس وماذا لو، وبقت المخاوف الحقيقية إنه في هزة كبيرة في مركز حراسة المرمى. وظهر هذا الشاب الصغير. الحقيقه الناس في الاول طبعا رمته بالاتهام الجاهز ابناء العاملين، وهو دلوقتي احمد شوبير يفخر ويسعد ان ابنه مصطفى الموهوب. الحقيقه لما يكون حد شاب بالنضج ده دلوقتي اباء العاملين دلوقتي احمد شوبير يخش النادي الاهلي انا ابو مصطفى. الحقيقه يعني بصوا، انتوا متخيلين انه حارس بالموهبه ديت؟ انا بس عايز افكر الناس كلين شيت 9 من سنتين والناس عماله تتكلم على الازمه المرتقبه لحراسه المرمى بعد الشناوي. ايوه كنا احنا هنا في برنامج بنقول الاهلي ما عندوش ازمه حراسه مرمى. ايوه وكنا بنذكر الثلاثي بالاسم. ايوه مصطفى شوبير وحمزه علاء ومخلوف. ايوه وقلنا يا جماعه اتنين منهم دلوقتي، واحد مع المنتخب الاولمبي يؤدي اداء مبهر، والتاني وجد الفرصه وانصف الاهلي وكان الحل. شفت مصطفى بعد المباراه في فرحته واحتفالاته مع الجمهور، وحتى في تحيته لامان الله مميش حارس الترجي الشاب ايضا، لانه بالصدفه ان الاثنين شباب والاثنين ابناء حراس مرمى سابقين والاثنين عاملين مسيره في الكلين شيت رائعه جدا في البطوله بيتنافسوا. لكن انك انت تحافظ على مرمى الاهلي بدون هزيمه في البطوله مع كل هذه المنافسات والتحديات وكلين شيت، لا لا درش، لا بصراحه ده كتير قوي تستحق عليه كل التحيه والتقدير. بص يعني قبل ما يروح اي حته ايه الروح الرياضيه الجميله دي، وبيبوس وبيطيب بخاطره، روح رياضيه محترمة جدا بلد. جدا جدا مصطفى شوبير عبر عن نفسه في جزء مهم جدا جدا بخلاف موهبته. ايوه انه سالك سالك سالك. ايوه هو سالك نفسيا، ما عندوش مشاكل نفسية. صحيح صحيح، فتجده بيتحب. ايوه يعني سيبك ان هو يحب الناس، لا اما تكون سالك وتتحب دي اعلى طبعا. شوف الكابتن الشناوي بمن
من هو الشناوي. آه. ولما يبقى راجع وعايز بقى ياخد الفرصه ويقف تاني ويسترد مكانه، يقوم بكل الحب والاحتضان مره ينده له ساعه التتويج، يسلم يديله ميداليته واخده في حضنه الماتش اللي فات ويمشي بيه سواء في الهاف تايم او بعد المباراه. استاذ ابراهيم، ال 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 الناحيه النفسيه لما تبقى انسان سالك ربنا بيكرمك. صدقني انا شخصيه مصطفى شوبير عجباني، ربنا يوفقه. آه. ويحفظه يا رب. برضو اللحظات اللي تقف عندها لحظة الكابتن محمود الخطيب، لحظة انتهاء المباراة والناس لحظة فرحة انفجارية، كابتن الخطيب بيبكي. وأعتقد هذه اللحظة بالشكل ده يا جماعة بترجم حجم الضغوط والظروف والتحدي، الحالة اللي كان فيها والقلق اللي كان فيه والهم اللي شايله على كتافه. احنا من شوية كنا بنقول ايه؟ اه، ان كابتن الخطيب بيعمل انجازات مرعبة. بصوا على فكرة، عشان الصورة اللي حوالين الكابتن الخطيب كله بيحتفل وكله بيحضن، يعني في المقصورة اللحظة دي لو الكاميرا كانت فتحت الافراح حواليه. بصوا هو دي لحظة ليها سبب يا استاذ ابراهيم، باكية قوي، ليها سبب. اه بصوا اهو على صلاح يقولوا سيبني في حالي، يعني أيوة. سيبني شويه. ايوه اتماسك يعني. اه انا عايز اقول لك حاجه. ايوه، اما تبقى رئيس نادي اه ها وبيتقال لك التاسعه يا اهلي. التاسعه يا اهلي. ايوه، فانت بتروح عليك عيب انك تسترد بقالك كام سنه ما خدتش البطوله دي. وانت كرئيس نادي جديد وانت محمود الخطيب، فتبتدي تتعرض لظروف. برضو كان في مشاكل في دوري المجموعات ومش عارف ايه، وهو دائما يتحمل العبء يا استاذ ابراهيم. بيسافر بمنتهى، انت تسافر وانت ورا الفريق وانت رئيس النادي، دي عمليه شاقه جدا. ودايما يسافر في الصعوبه، في الصعوبه. آه. لانه عارف ما بيروحش للسهل، هو مش عارف هترسي على ايه. ولكن وده التحدي يا جماعه، هي دي المسؤوليه بجد. المسؤوليه بتقتضي عنده هو ان يكون موجود. شايف ان وجوده لازم يبقى قريب من كل الاحداث. ايوه، هيحتاجوني امتى انا مش عارف. ودائما ما يكون وجوده مؤثر. سبحان الله، هذه هي المكافاه اللي بيحصل عليها نتيجه انه ما بيزغش، ما بيحدفش على غيره. ما بيستناش من الناس تكس ويروح يحضر والناس تكسب ويقول لهم خدوا انتوا اللقطه وانتوا اللي سلموا الجوائز وانتوا. المره دي هو رايح في ظروف النادي الاهلي، رايح ما كانش احسن مسيره في الدوري. عايز في الدوري سيبك من كان قبلها في الدوري. عايز افكرك، وهو انا عارف الضغوط اللي في العمل عنده شكلها عامله ازاي. ايوه، تحديات شكلها عامله ازاي، حتى الظروف الصحيه اللي الدكاتره بيحذروه بقاله سنه مش عارف ياخد كام شهر يعالج نفسه. صح. فأنا بقول لك الخطيب كان يرزح تحت عبء وضغوط مش طبيعي. مش يعني لا قدر الله ما كانش كسب، ما وانت بتحضر لحظه زي دي. عشان كده يا جماعه، انما هو عارف ان اعمل اللي عليا. ادي النقطه يا استاذ ابراهيم، بتاخد بالاسباب. شوفوا الجدول ده يا جماعه للقاسم المشترك الاشهر في دوري ابطال افريقيا. 12 لقب محمود الخطيب له تأثير فيهم، ابتداء من بطولة 82 وهو هداف البطولة وصاحب أول هدف فيها وهو المؤثر فيها في النهائي، ل 87، ل 2001 وهو أمين صندوق، ل 2005 أمين صندوق عضو لجنة الكورة، ل 2005 نائب الرئيس، و 2006 نائب الرئيس، و 2008 نائب الرئيس، كل ده مع الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة وطولة العمر، و 2012 و 2013 نائب رئيس، ثم بقى سبع سنين الرباعية الكبيرة له وهو رئيس، ابتداء من 2020 و 2021 و 2023 و 2024 حتى اللي جلد بتاعة 2022 مع الوداد، كلمة منه لإنفانتينو عدلت نوت فير نوت فير، عدلت نظام البطولة. أنا عايز أقول لك حاجة. خلي بالك، العشر مرات اللي أنت مرتين لاعب أيوه و10 مسؤول أيوه.
مسؤول ايه؟ مسؤول عن ملف الكوره. يعني المسؤوليه مباشره جدا على موضوع الكوره. فهو كان منهم 4 مرات مسؤول منفرد و6 مرات بالمشاركه مع الكابتن صالح والكابتن حسن. ايوه. ده مشوار مين يعمله؟ عشان كده 12 لقب للاهلي في دوري الابطال، 12 لقب للكابتن محمود الخطيب ايضا في دوري الابطال. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم عن الفخر بالاهلي في الليله الكبيره. وبجد ما تخافش على الاهلي لما تشوف اعتراف المنافسين الكبار بقيمه النادي الاهلي. لما تسمع كاردوزو المدير الفني للترجي بعد المباراة وهو بيقول انه ده فريق كبير، انا ما خسرتش قدام فريق صغير من اول ما بدأت اشتغل في افريقيا، وانا باصص على الاهلي باحترام شديد جدا. دي قيمة النادي الاهلي يا جماعة عند كل المنافسين، شوفوها عند اسطورة الترجي، اسطورة الترجي والكرة التونسية كابتن طارق دياب، الرجل المحلل الكبير وزير الرياضة السابق في تونس، واحد من أهم إن لم يكن هو أهم بالفعل أساطير الكرة التونسية. بعد المباراة رأيه مهم. في ميزة الأهلي وهذه مش موجودة في الفرق الكل. الأهلي ممكن ما يكونش أفضل فريق في الدور لكن يفوز. اسم الأهلي كبير، اسم الأهلي يلعب، ريال مدريد اسمه يلعب، هذا ما يسمى بالقميص الثقيل. قميص ثقيل بصراحة، قميص لما تقول الأهلي الفرق تخاف من الأهلي. الاهلي اسمه كبير، الاهلي عنده امكانيات انه اللي يدخل الاهلي مثل ما يدخل الريال يدخل في المنظومة الفوز، ثقافة الفوز، تصبح الشخصية اقوى بشكل سريع، تصبح شخصية قوية. نشوفوا امام عاشور اليوم، عجبني كثير اليوم امام عاشور في المباراة الأخيرة، لكن اليوم بالنسبة لي انا افضل لاعب، كان اخطر لاعب، اخطر لاعب. يعني تحس ان اللاعب لما يلعب في الاهلي مغير تماما على الفريق اللي يلعب. لو تشوف امام عاشور في مكانه ممكن في الاهلي يكون افضل، في لاعبين لما يجيوا الاهلي يدخلوا في المنظومه، يدخلوا في المنظومه ثقافه الفوز. يعني بالمختصر كده الراجل يقول لك الاسم الكبير، المساله مش مساله اسماء لعيبه او ربما يجد نظراء ليهم او افضل منهم في بعض الانديه، لكن الاهلي اسم كبير، اول ما اللعيب يخش فيه ينخرط في ثقافته يبقى ثقافة الفوز عنده، هذا النادي عنده ثقافة الفوز زي ريال مدريد. كل الناس لما تيجي سيرة الأهلي يقولوا ريال مدريد، هي دي إيه؟ عشوائية ولا قيمة؟ صورة ذهنية ترسخت. أيوة. نتيجة عمل بالظبط اللي بقول لك. يتعيشها أهلي يتقضيها تبريرات. أنت الأهلي خلاص استطاع أن يقنع من واقع الأداء ومن واقع الإنجازات ومن واقع ال 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 الاحترافية بتاعته الجميع انه مختلف. يكسب بقى عادة، يخسر احيانا، بتحصل طبعا. لكن هو الاهلي لا يعني 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 على فكرة المرة دي حتى طارق دياب مش زي كل مرة، ده كل مرة بيقول شعره. ما هو طبعا المرة دي متأثر للترجي، انما المرة دي معذور. أيوة. النادي بتاعه بيفقد فرصة، وكان تلقى عنده امال كبير قبل المباراة ان تحصل. ايوه. لكن رجع قال لك لا، هي المسألة بقى بصراحة الاهلي مختلف. طيب نشوف الكابتن يوسف شيبو ايضا ورؤيته للاهلي. صعب جدا تفوز بالتشامبيونز ليج في اي قارة مرتين متتاليتين. الاهلي فعل ذلك 4 مرات، ليست المرة الأولى، يعني فعلها قبل ذلك في النسخة الماضية والنسخة الحالية، فعل ذلك في 2020 21 12 13 2005 2006 ووصل 5 مرات على التوالي النهائي. تعطيك مدى قيمة الفريق ومدى الخبرة وتجربة في النادي الأهلي. دائما الأهلي عندما يلعب البطولة هذه دائما مشكلته دائما هو دور المجموعات، دور المجموعات يعطيك انطباع أنه سيخرج من 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 من, من الدور الأول وتغش المنافسين. صحيح، لكن عندما يتأهل للدور الثاني يصبح فريق آخر، وهذه كما قلت ميزة وقيمة عند اللاعبين، خبرتهم، لعب العديد من النهائيات، لعب العديد من المباريات، الاستقرار الموجود في النادي الاهلي. ودائما انا كنت اعطي مثل بالنادي الاهلي كافضل نادي، المفروض يكون مثل لكل الانديه العربيه في عمل التسيير، في عمل تدبير النادي من النواحي الرياضيه، على النواحي الاقتصاديه، من كل شيء، كل شيء. الفريق لا يعاني، ليست لديه مشاكل ماديه، وهذا اهم شيء محمد. هاخد اخر سطرين. قال لك دائما أعطي مثل بالنادي الأهلي كأفضل نادي،
المفروض أن يكون مثل لكل الأندية العربية من جميع النواحي، النواحي المؤسسية التنظيمية الاقتصادية من كل شيء. فريق لا يعاني من مشاكل مادية، عايز أتوقف هنا لحظة يا جماعة، مسألة أنه لا يعاني من مشاكل مادية دي ما الناس مش تقولها كأنها يعني طبعا، ما هو ده، هو ده العمل، هو ده العمل المؤسسي، دي النتيجة، هو ده الأهلي بيحط نفسه في المكان وبالطريقة اللي يخليه يستطيع من خلال تسويق نفسه وجهده أنه يبقى الأعلى القيمة الاقتصادية. ده شغله، محدش بيمن عليه بحاجة. الناس بتيجي تعمل دراسات وبتيجي تعمل إحصاءات وتجيب شركات متخصصة، النتيجة تطلع تشاور على الأهلي. الرعاة بيروح يمين وشمال ويجوا على النادي الأهلي وينافسوا بعض على النادي الأهلي. النواحي المادية ده نتيجة جهد أبنائه والأخذ بالأسباب، لأن إدراك من لا الأول أنت عايز تبني لازم يكون عندك الجانب الاقتصادي اللي يسمح لك بالبناء. عشان ما تخشش في ديلمة انك انت تتعرض لمواقف محرجة وقضايا وتعويضات وده اللي بنقوله. لو ان النظام استقر على ان يعني نطبق النظام المالي السليم وشفافية المالية زي الاتحاد الدولي ما عايز، كل الاندية هتضطر تعمل كده، انك تشتغل كده. لكن النادي الاهلي مش محتاج حد يكون واصي عليه عشان يعمل كده، هو ماشي كده من زمان. طيب بعد كل مناكفات طويله جدا واثر الاهلي بياخد رعايه اكتر واصله الاهرام كان بيدي الاهلي، الكلام ده كتير سمعتوه من احمد حسام ميدو، لكن في لحظه صدق ولحظه تتويج الاهلي وفرحه الناس كلها تسمعوا الحقيقه من ميدو. اقعد احكي من هنا للصبح، شئت ام ابيت الاهلي هو ريال مدريد افريقيا. تاني، شئت ام ابيت الاهلي هو ريال مدريد افريقيا. الاهلي هو النادي الوحيد في افريقيا اللي بيخش بطولة افريقيا ابطال الدوري نص الكاس في جيبه. يعني الاهلي بيخش بطولة افريقيا ابطال الدوري في السنوات الاخيرة كلها نص الكاس في جيبه. بيبقى بيلعب على ايه؟ على شوية التفاصيل الصغيرة اللي تخليه البطل. اسم الاهلي دلوقتي في افريقيا بتاريخه والنتائج وهزيمه فرق كبيره، خلي بالك على ملعبها، كل ده خلى في رعب كبير من كل فرق افريقيا للاهلي. انا بقول لكم النهارده لعيبه الترجي وفرقه الترجي مش مصدقه ان هي مغلوبه واحد بس، مش مصدقنا مغلوبه واحد بس. بس انا عايز اقول لك بقى الجمله واحده، ها انت اللي قلتها مش انا، شئت ام ابيت الاهلي هو ريال مدريد افريقيا. تذكر الكلام اللي انت قلته يا كابتن ميدو، عشان وانت اما ترجع بقى لطبيعه المغازله بتنسى اللي انت بتقوله، وبتقول كلام مالوش اي اساس من الواقع. كابتن ميدو يعني شكرا على لحظة الصراحة، وشكرا ليكم على لحظة المتعة والاستمتاع بالأهلي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله.